عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت لمتابعة عدد من ملفات العمل. وخلال اللقاء استعرض وزير الاتصالات الجهود المبذولة للتوسع في برامج بناء القدرات الرقمية لجميع فئات المجتمع في مختلف المراحل العمرية وفي جميع أنحاء الجمهورية ووفقا لعدة مستويات، بدءا من نشر الوعي بالمهارات الرقمية الأساسية وحتى التخصصات التكنولوجية عالية القيمة، وذلك بهدف إعداد كوادر في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة وتمكين الشباب من المنافسة في سوق العمل. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط. يهدف اللقاء لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة على مستوى الجهود الجارية من أجل استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلا عن متابعة تطورات مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص، فضلا عن متابعة نتائج المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وجهود حشد التمويل من أجل التنمية. شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط في فعاليات توقيع وثيقة مشروع القطن المصري المرحلة الثانية بين وزارتي الصناعة والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو في مصر. وأكدت رانيا المشاط أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة الاقتصاد الحقيقي في الناتج المحلي وزيادة مشاركة القطاع الخاص ورفع معدلات الاستثمار، مضيفة أن الشراكة تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما أنها تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي التي تمول المشروع. نفذ البنك المركزي المصري دورة تدريبية لكوادر البنك المركزي الجيبوتي حول أحدث نظم العمل المتبعة في عدد من المجالات ذات الأولوية للبنوك المركزية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الأفريقي. تأتي استضافة الوفد الجيبوتي في إطار برنامج تدريبي متكامل لتنمية المهارات وتبادل الخبرات تم تنظيمه في الفترة من 28 حتى 30 من أكتوبر من عام 2024 بمشاركة عدد من البنوك التجارية المصرية لإثراء التدريب بخبرات فعلية من واقع الممارسات العملية. في نفس الإطار قام البنك المركزي بإفادة 3 من ممثليه إلى جيبوتي لتدريب الكوادر الجيبوتية، كما نظم عدة دورات تدريبية افتراضية حول موضوعات إعادة هيكلة البنوك والحلول المصرفية وتطبيق المعايير الدولية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شاركت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة داليا الهواري في فعاليات لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنعقدة في باريس. وفي كلمتها أكدت داليا الهواري على التزام الهيئة بتعزيز بيئة الاستثمار في مصر ودعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجية شاملة تركز على تعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين تنافسية مصر العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وقعت وزارة الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو وثيقة مشروع القطن المصري المرحلة الثانية الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري. وعقب مراسم التوقيع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أن القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق قطاع المنسوجات تكاملا رأسيا بدءا من المواد الخام ووصولا إلى الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن توقيع المرحلة الثانية من المشروع تأتي استكمالا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى والتي امتدت من عام 2018 حتى عام 2021. وفي
وفي أسواق البترول العالمية، واصلت الأسواق ارتفاعها خلال التعاملات متأثرة بإعلان أوبك بلس تأجيل خططها لزيادة الإنتاج من الشهر القادم على الرغم من ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، بينما تترقب الأسواق والانتخابات الرئاسية الأمريكية واجتماع المؤتمر الشعبي الوطني الصيني والنتائج التي ستسفر عنهما. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.35% لتصل إلى 75 دولار و13 سنت للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.29% إلى 71 دولار و52 سنت للبرميل. وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.11% لتصل إلى 2.32 دولار للتر، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.91% لتسجل 2.86 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج مع ترقب الأسواق للمؤشرات المبكرة على نتيجة الانتخابات الأمريكية، وارتفع مؤشر دبي 2.2%، كما صعد مؤشر أبو ظبي 6% في ختام التعاملات، وأنهى المؤشر القطري التعاملات على ارتفاع بنسبة 2.2%، بينما هبط المؤشر السعودي 2.2% عند الإغلاق.